شلون تنحسب القيمة المضافة؟ بسيطة، خل أعطيكم مثال. نفترض أن محمد راح يشتري قميص من محل ملابس، اختار القميص وراح عند المحاسب ودفع مبلغ 21 دينار، استلم فاتورة بالمبلغ الإجمالي شامل القيمة المضافة، وقبل ما يدفع محمد تأكد من وجود شهادة التسجيل للقيمة المضافة بالمحل، وتحقق من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة من على شهادة القيمة المضافة بالمحل. لكن السؤال، شلون راح يسدد المحل القيمة المضافة للجهاز الوطني للإيرادات؟ المحل حصل على دينار واحد قيمة مضافة من محمد، صح؟ لكن المحل دفع قبلها 750 فلس قيمة مضافة للموزع، فبعملية حسابية بسيطة ننقص المبلغين من بعض وبيساوي 250 فلس يدفع المحل للجهاز. كذلك الموزع حصل على 750 فلس من المحل، لكن دفع قبلها 500 فلس قيمة مضافة للمورد. نفس العملية، ننقص المبلغين من بعض وراح يساوي 250 فلس قيمة مضافة يدفعها الموزع للجهاز. يبقى عندنا المورد اللي حصل في البداية على 500 فلس لكن ما دفع أي قيمة مضافة سابقاً. إذن في هالحالة راح يدفع 500 فلس كاملة للجهاز. في النهاية يحصل الجهاز الوطني للإيرادات مبلغ دينار واحد قيمة مضافة على المنتج. ليبقى القرار دائماً بيدك في اختيار السلعة المناسبة.